طبعا اللحظة المؤثرة معانا كلنا في أوضة اللبس وهو بيعيط قبل ما يمشي من الأهلي، كانت لحظة زي ما كانت صعبة عليه طبعا كانت صعبة على جمهور الأهلي. لحظة مغادرته للنادي الأهلي كانت مؤثرة جدا وصعبة جدا بصراحة. هو دايما مبتسم ودايما بيعمل بهجة في المكان اللي هو فيه، أي معسكر بيروحه بيبقى الفاكهة بتاعت المعسكر بصراحة. يعني لما كان بيقعد في أوضة اللبس مع زمايله كده، فدي لقطة مؤثرة صراحة افتكرها له. اللقطة بتاعت أوضة اللبس اللي كان بيبكي فيها وهو ماشي، اللقطة الأهم في السيرة بتاعت سمير كلها، اللقطة اللي هو خارج من النادي لما كانوا بيحتفلوا بيه عيط. ممكن أقول فاكهة الأهلي طبعا، نطلق عليه البطل. ممكن نقول مثلا الراجل اللي هو البطل هو أسد طبعا، هو قدم كتير في الدفاع على الأهلي، صاحب الدم الخفيف نلقبه بالمستو، صخرة الدفاع والفكة بتاعت النادي الأهلي. نقول الصخرة التانية بعد وائل جمعة، سعد رجولة وصخرة طبعا، سعد يحيى سعد زي ما بيقول. ممكن نقول صخرة اتنين مثلا، أبو دم خفيف ومعروف إن روحه حلوة وبيخلي أوضة اللبس جميلة. الصخرة أكيد يعني، اللعيب المحترم ليه، هو كان في النادي الأهلي نموذج للجدعنة والرجولة، وأما ساب النادي الأهلي سابه باحترام. مخاطر كابتن سعد من ولاد الأهلي ولازم يكون له دور في الأهلي طبعا. يعني يا ريت ان هو يستمر، يرجع بقى يستمر في النادي الاهلي كإدارة كمدرب كده، يا ريت يعني، عشان هو مجتهد جدا ومخلص عامه، فهيبقى كويس قوي لو اشتغل في النادي الاهلي. طبعا اذا يكون شرف للنادي، طبعا تبقى حاجه جميله، النادي الاهلي يستفاد بكوادر فنيه زي كابتن سعد طبعا. يا ريت والله، سعد من اطيب الناس واجدع الناس، اكيد طبعا يبقى ليه مكان في النادي الاهلي، لو هو مش هيكون ليه مكان هيبقى ليه مكان. أكيد طبعاً من الكوادر المحترمة ومن الناس اللي ممكن يبقى ليها دور إن شاء الله في اللي جاي إن شاء الله. يعني أكيد يعني طبعاً هيبقى إضافة طبعاً للنادي الأهلي، يقدر يضيف يعني طبعاً لو جه النادي الأهلي تاني إن شاء الله. أكيد أكيد، إحنا النماذج المشرفة دي مطلوبة في النادي الأهلي أكيد طبعاً، يعني بكادر من كوادر النادي الأهلي.